ناشد ناشطون في قضاء رميثة بمحافظة المثنى الحكومة والمسؤولين لإغاثة المحتاجين في المحافظة، وذلك بعد اتساع شريحة الأرامل والأيتام وفقدان المعيل في ظل حاجتهم للمعونة في الشهر الفضيل. السلام عليكم، خلي يشوف الشعب العراقي، خلي يشوفون حكامنا، خلي يشوفون سادتنا وشيوخنا وأجلائنا سواء كانوا بالمثنى أو بالمحافظات العراقية. الساعة حاليا 4:15 فجرا، مثل ما شفتوا هاي النساء موجودة هنا في الرميثة قرب حائط أحباب الله، منتظرة لقمة، كيلو عدس، بطل زيت، كيلو شكر، من مجموعة من الشباب يتبرعون ويوزعوها. عشرات النساء هنا تصطف حتى تاخذ لها بطل زيت، اللي المفروض الحكومة الموقرة، الحكومة هي اللي توفرها لهم بمفردات البطاقة التموينية اللي فلوسها انباقت من هالفتش لهذا الفتش من 2003 لغاية الآن.